السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. بعد ما أخذنا بالمحاضرات السابقة عمليات تشغيل المعادن اللي هي المولينج الدرولينج والجرايندينج بروسيسز، اليوم إن شاء الله ندخل موضوع جديد اللي هو يعرف بالويلدينج بروسيس اللي هو عملية أو عمليات اللحام. كانترودكشن مقدمة لعمليات اللحام، ويلدينج مينز the process of joining two metal parts together to give a sound and strong joint. يعني بمعنى آخر إنه إحنا عندنا قطعتين معدنيتين نريد نربطهم مع بعض حتى يصبحون قطعة واحدة، فنجي بعملية اللحام ممكن نربط قطعتين من فصلتين من المعدن حتى نحصل على قطعة واحدة. طبعا الربط مالتنا لازم يكون قوي بخواص ميكانيكية عالية. فإذا جينا نريد نصنف عمليات اللحام، the welding process is subdivided into two main classes، إلى صنفين رئيسيين. الصنف الأول اللي هو يعرف بالفيوجن ويلدينج، والنوع الثاني يعرف بالبرجر ويلدينج. طبعا هن هذين الصنفين أو النوعين من اللحام بالأساس المبدأ مالتهم هو نفس الشيء، أنه نعتمد على الحرارة. فإذا جينا على الفيوجن ويلدينج which involves heating the ends of metal pieces to be joined، أول شيء نجي نسخن أطراف المعدن. إحنا عندنا مثل ما قلنا بالبداية أنه عندنا قطعتين معدنيتين نريد نربطهم، فنجي نسخن هذين القطعتين من الاطراف اللي نربط المعدنين من عندهم، نسخنهم to a temperature high enough to cause them to melt or fuse and then allow the joint to cool. نسخنهم الى درجه حراره انه يوصل المعدن الى درجه الانصهار، بحيث نرفع درجه الاطراف هذه إلى درجة حرارة عالية بحيث نحصل على درجة انصهار المعدن عند الطرف هذا اللي نريد نربطه بالطرف الثاني. This process is somewhat similar to casting process، يعني يقول لك إنه هاي العملية هي مشابهة نوعا ما إلى عمليات الكاستنج. تذكرون الكاستنج خلناها بالفصل الأول، إنه إحنا نصهر المعدن ويجي نصبه بالقالب وننتظره حتى يتصلب فنحصل على الشكل اللي نريده. فهنا يعني يقول لك بعمليه الفيوجن ويلدنج مشابهه الى حد ما عمليات الكاستنج، انه احنا ايضا نجي هنا نصهر طرف المعدن لحد ما ينصهر ويصبح ميلط يعني سائل. الطرف الثاني من المعدن اللي نريد نربطه معه ايضا نصهره ونوصله لدرجه حراره الانصهار لحد ما يعني يصير سائل، نربطهم مع بعضهم وننتظر لحد ما يتصلبون فيصبحون مثل القطعه واحده. The joint after the fused metal has solidified will result in a strong joint. بعد ما نترك هذا يعني بعد ما ننصر المعدن وننتظره لحد ما يتصلب راح نحصل على joint ربط كلش قوي بعملية الفيوجن ويلدنج. إذا جينا للبرشر ويلدنج وشنو اختلاف عن الفيوجن ويلدنج؟ احنا قلنا بالأساس هو نفس الشيء which involves heating، أيضا أنه احنا نجي نسخن the ends of the metal pieces to be joined to a high temperature، ايضا نجي نسخنها الى درجه حراره عاليه المعدن الذي نربطه مع الثاني، but lower than their melting point. هنا نقطه الاختلاف بين البرجر ويلدنج والفيوجن ويلدنج. بالفيوجن ويلدنج نسخن على درجه حراره بحيث نوصل المعدن الى درجه الانصهار يصبح سائل، هنا يقول لك نوصل الى درجه حراره عاليه lower than اقل than their melting point، الى درجه حراره اقل من درجه حراره انصهاره. And then keep the metal pieces joined together under pressure for some time. فراح نعوض يعني الحراره هنا، احنا ما راح نرفع درجه الحراره بس الى حد اقل من درجه الانصهار، راح نخلي القطعتين مع بعض وبعدين نسلط ضغط عليهم. هذا الضغط راح يساعد على ربط القطعتين، وبعدها نرفع الضغط نترك القطعتين يبردن راح نحصل على قطعه واحده بعد عمليه اللحام. This results in the pieces welding together to produce a strong joint. أيضا not joint أو الربط راح يكون جدا قوي عندنا. فإذا جينا للفرق بين الفيوجن ويلدنج والبرجر ويلدنج، بيناتهم نستخدم الحرارة بيهم. بالفيوجن ويلدنج نرفع درجة حرارة المعدن إلى درجة حرارة الانصهار بحيث يصبح سائل ميلت، في حين بالبرجر ويلدنج راح نرفع درجة حرارة إلى درجة حرارة أقل من درجة انصهار المعدن. وباستخدام الضغط راح يساعدنا على ربط القطعتين. There are many sub-classifications of welding under each head. Sub-classification is done according to the source of heat required for fusion or pressure welding. هنا يقول إنه إحنا أكو تصنيفات أخرى تنطوي تحت الفيوجن ويلدنج أو تحت
البريشر ويلدنج. يعني اذا جينا الفيجن ويلدنج ممكن نسوي سب كلاسيفيكيشنز اكثر، وهنا اذا جينا البريشر ويلدنج ايضا ممكن نصنفهم الى تصنيفات اكثر. الاختلاف بيناتهم دائما ما يكون، طبعا احنا بعمليه اللحام دائما ما نستخدم الحراره، فالحراره هنا او مصدر الحراره راح يختلف من نوع الى نوع اخر. فاذا جينا على السب كلاسيفيكيشنز الاصناف الاخرى اللي هي ممكن اقول جاز ويلدنج اللحام باستخدام الغاز، او الالكتريك ارك ويلدنج لحام القوس الكهربائي، او الالكتريك ريزيستنس ويلدنج لحام المقاومه الكهربائيه. فمثل ما قلت الطلاب انه احنا عندنا اذا نجي على تصنيفات الويلدنج بروسيس عندنا نوعين رئيسيين اللي هم الفيوجن ويلدنج والبرجر ويلدنج. اكو تصنيفات اخرى اللي هي مثلا على سبيل المثال الجاز ويلدنج، الالكتريك ارك ويلدنج، او الالكتريك ريزيستنس ويلدنج. إذا جينا للنوع الأول اللي هو اللي يعرف بالغاز ويلدنج بروسيس، طبعا من اسمه الغاز ويلدنج يعني احنا قاعد نستخدم الغاز في عملية اللحام. In this process the heat source المصدر مالتنا مصدر الحرارة is composition of acetylene gas. هنا مصدر الحرارة مالتنا هو حرق الأسيتيلين غاز. الأسيتيلين غاز نحرقه بسبب الحرق مالته راح يولد لنا حراره، هاي الحراره راح نستخدمها في عمليه اللحام. الكيميكال رياكشن اوف اسيتايلين اند اوكسجين برودوس ا جريت ديل اوف هيت اند ذا اوكسي اسيتايلين فليم بيرنز وذ تمبرتشر اكسيدنج 3250 درجه سيليزيه انف تو ميلت موست ميتالز اند الويز. تو سيستمز ار ان فوج فور اوكسي اكسترايلين ويلدنج. هنا أنا بالغاز ويلدنج احنا مثل ما قلنا انه المصدر الرئيسي لعمليه اللحام هو الحراره. عفوا المصدر الحراره منين راح يكون؟ راح يتغير عمليه اللحام من نوع الى نوع اخر. اذا اجينا على الغاز ويلدنج اللي هو اللحام باستخدام الغاز، فالغاز هنا هو راح يكون مصدر الحراره. شلون؟ راح نجي على الاسيتايلين غاز نحرقه بهذا الاحتراق بتفاعله مع الاكسجين راح يولد لنا حراره، هاي الحراره تتجاوز ال 3250 درجه سيليزيه واللي هي كافيه انه تصهر او تموع كل انواع المعادن وسوائلها. طبعا هنا اكو نظامين رئيسيين بالغاز ويلدنج اللي هو النوع الاول يعرف بالهاي بريشر سيستم والنوع الثاني يعرف باللو بريشر سيستم. بالهاي بريشر سيستم اللي هو نظام الضغط العالي، in this system both oxygen and acetylene gases يعني الاكسجين والاسيتيلين الغازيين are drawn يسحبون from a cylinder in which these gases are stored at high pressure. بالهاي بريشر سيستم انه عندي اسطوانتين اني هذين الاسطوانتين اسطوانه تحتوي على اكسجين والاسطوانه الثانيه تحتوي على الاسيتيلين غاز تحت ضغط كلش عالي فهاي بالهاي بريشر سيستم. باللو بريشر سيستم in this system oxygen gas is drawn from a cylinder من اسطوانه as before يعني بالضبط مثل ما موجود بالهاي بريشر سيستم انه هنا الاكسجين ايضا موجود باسطوانه تحت ضغط عالي ويسحب من عندها الاكسجين. But الاسيتايلين غاز is produced at a site at low pressure. هنا الاسيتايلين غاز موجود باسطوانه بس الضغط ما يكون كلش عالي عندنا بالاسطوانه داخل الاسطوانه. فالاسيتايلين غاز is produced in a sealed container in which water falls drop by drop on calcium carbide. فهنا الاسيتايلين غاز يكون موجود بكونتينر بحاويه محكمه مغلقه وممكن من خلال هاي الكونتينر الحاويه يتدفق عند الاسيتايلين غاز يروح يتفاعل مع الاكسجين ومع وجود خلينا نقول الشراره راح يصير عندنا احتراق ويولد لنا الحراره المطلوبه. هسه نجي الموضوع اللي هو الاكويبمنت نيدد فور غاز ويلدنج. اللحام باستخدام الغاز اكيد نحتاج ادوات والات الى هذا اللحام. فهنا نجي للاكويبمنت اللي نحتاجها في عمليه اللحام باستخدام الغاز. الهاي بريشر طبعا احنا نقول غاز ويلدنج لازم مباشره يروح بالنا الى عمليه تفاعل الاكسجين مع الاسيتايلين غاز واحتراقهم واللي الحراره راح تولد لنا. فعندنا نوعين من الغازات هنا الاكسجين والاسيتايلين غاز. الهاي بريشر اوكسي اسيتايلين ويلدنج اكويبمنت كونسيست اوف تو لارج ستيل سيلندرز. هنا راح نحتاج تو لارج ستيل سيلندرز اسطوانتين من الستيل ذو حجم كبير. One which is
conventionally painted black وحدة. واحدة هاي الاسطوانات يكون اللونها الخارجي أسود and is طبعا هسه بعدين نهاية هاي راح نعرف شنو السبب انه قاعد ينطينا التلوين لهاي الاسطوانات. فاحدى هاي الاسطوانات يكون لونها اسود and is a long thin cylinder contain oxygen. احدى الاسطوانات يكون لونها الخارجي اسود تكون طويلة هاي الاسطوانة filled in at a high pressure of تكون تحت ضغط كلش عالي هذا الضغط يتراوح بين 125 الى 140 كيلوغرام بير سكوير بير سنتيمتر. The other cylinder الاسطوانة الاخرى which is painted maroon يكون لونها الخارجي ماروني and is shorter but هنا تكون اقصر من الاسطوانة اللي تحتوي على الاكسجين. احنا قلنا الاسطوانة الاولى اللي يكون لونها اسود تحتوي على الاكسجين، الاسطوانة الثانية راح يكون لونها ماروني راح تكون اقصر من الاسطوانة الاولى وتحتوينا هنا راح تحتوينا على الاستيلاين غاز ديزولفت ان اسيتون ذائب. هذا الاستيلاين غاز يكون ذائب بمحلول الاسيتون ات بريشر هنا تحت ضغط 16 الى 21 كيلوغرام بير سنتيمتر. وان شود يعني هسه مثل ما قلنا اول يعني الاكويبمنت اللي نحتاجها بعمليه الغاز ويلدنج انه اسطوانتين، هاي الاسطوانه مصنوعه من الستيل، واحده تكون كبيره واحده تكون صغيره. الكبيره يكون لونها اسود تحتوي على الاكسجين تحت ضغط يتراوح بين 125 الى 140، في حين الثانيه اللي هي تحتوينا على الاسيتايلين غاز راح تكون لونها الخارجي ماروني تكون حجمها اصغر من الاسطوانه اللي تحتوي على الاكسجين، والاسيتايلين غاز يكون محفوظ تحت ضغط يتراوح بين 16 الى 21 كيلوغرام بير سنتيمتر. One should handle the DA. طبعا الدي اي هنا كاتب لكم اياها تعني لي دي اي تعني لي means dissolve acetylene gas. الاسيتايلين غاز يكون ذائب مذيب، فمثلا على سبيل المثال هنا قلنا ذائب الاسيتون. فدي اي تعني لي انه الاسيتايلين غاز مذيب، المذيب مال الاسيتايلين غاز. One should handle the DA cylinder with great care as acetylene is an inflammable gas and this cylinder should be kept vertical. طبعا هاي هنا ملاحظة جدا مهمة للشخص اللي يقوم بعمليات اللحام باستخدام الغاز. يقول انه الاسطوانة اللي تحتوي على الاسيتيلين غاز يجب انه نعير لها اهمية كلش كبيرة بعملية نقلها وتحريكها. ليش؟ لانه الاسيتيلين غاز هو غاز قابل للاحتراق بسهولة، واحتراقه مثل ما قلت لكم يعني يولد لي حرارة جدا عالية. فيجب انه لما نحركها لازم تكون يعني لازم تكون دقه عاليه، ولازم تحت يعني هاي السيلندر لازم دائما تكون فيرتيكال عموديه as far as possible. Both these cylinders are fitted with valves which are normally kept in a closed position. طبعا هذين الاسطوانتين دائما ما موجود بهم يعني منظمات، هذا المنظم يتحكم لي بحجم الغاز اللي راح يخرج من الاسطوانه. طبعا اكيد انه هذا الفالف او المنظم لازم يكون دائما مغلق يعني بوضع الكلوزد، لانه اذا فتحناه بدون ما نقوم بعمليه اللحام ممكن تحدث يعني مخاطر كثيره. خلي اشوفكم طلاب هسه هذين الاسطوانات اكو شكل يوضح لي الاسطوانتين. فمثل ما تشوفون هاي الاسطوانتين، الاسطوانه اللي تحتوي لي على الاكسجين هي هذه اللي تكون اكبر حجم من الاسطوانه الثانيه اللي تحتوي على الاسيتيلاين غاز. فاذا جاء عليه اكسجين اسطوانه الاكسجين، فمثل ما تشوفون هنا عندي هذا الفالف او الجيج اللي هو السيلندر بريشر، هذا يوضح لي الضغط داخل الاسطوانه. الجيج الثاني الموجود هنا الاوتليت بريشر جيج، هذا يوضح لي حجم الغاز البريشر او الضغط اللي يخرج به الغاز. هنا هذا الفالف يتحكم لي انه اذا فتحناه راح يطلع يخرج الاكسجين، واذا غلقناه راح يبقى الاكسجين داخل الاسطوانه. هذا الاكسجين هاوس، هذا خلينا نقول هاي التيوب اللي من خلالها يخرج الغاز. الاسطوانه الثانيه بالضبط يعني نفس الاولى، نفس اسطوانه الاكسجين بس اختلافها تكون اصغر. حتى طبعا احنا هنا قلنا البلاك وهنا مارون، هنا تكون لونها اسود اسطوانه الاكسجين، والاسطوانة الاسيتايلين غاز تكون لونها ماروني حتى نميز بيناتهم. هاي نقطة أولى، ونقطة ثانية الاختلاف بالحجم أيضا يمثل لي نميز بيناتهم، وأيضا أنه إحنا دائما ما نحتاج الاسيتايلين غاز أقل من الأكسجين.
فهذا الاسطوان الثاني مثلا الاسطوانات اللي نستخدمهم في عملية اللحام. فإذا جينا هسه in order to draw حتى نسحب الغاز gas from a cylinder, each cylinder is fitted with a pressure regulator with two gauges. مثل ما شوفتكم بالدايجرام انه كل اسطوانة تحتوي لي جيجين. الجيج الاول يمثل لي البرجر داخل الاسطوانة، والجيج الثاني يمثل لي حجم الغاز او ضغط الغاز اللي راح يخرج من الاسطوانة. The function of the pressure regulator is to reduce the pressure of the gas before the delivering it. ايضا طبعا اكيد الجيجات هذا او الجيج الثاني يساعدنا انه نتحكم بحجم الضغط اللي راح يخرج به الغاز حتى نقلله او نزوده من خلاله. The two gauges indicate the pressure inside the cylinder and the reduced pressure of gas after the pressure regulator stage. The gases are carried from the pressure regulator to the welding torch. هنا بعد ما نفتح الفالف راح يجينا نسحب، نبدي بسحب الغاز، راح الغاز يعني يخرج من الاسطوانه. وين راح يروح؟ تم عمليه اللحام نحتاج شنو؟ سبارك لايتر، يعني شعله كان تكون جدحه نار حتى نبدي بتفاعل الغازين. تفاعلهم راح يسبب احتراق، الاحتراق راح يولد لي الحراره، هاي الحراره راح نستخدمها بعمليه اللحام. A welding torch consists of different passage for oxygen and acetylene gas. Supply of these gases is controlled by pin valve. يعني حجم هاي الغازات اللي الغازين اللي يخرجون من الاسطوانه تقدر نتحكم بهم بالفالف. These two gauges gases are then allowed to mix in a mixing chamber before being driven out through the orifice of the blowpipe. طبعا هنا تشوفون مثل ما موجود هنا، هنا عندي هذا التيوب يجيب لي الاكسجين وهذا يجيب لي الاسيتيلين غاز. هنا عندي هاي شلون الشمبر يبدي تفاعلهم، من هنا راح يخرج لي من هاي البلو بايب اللي هو يعرف بالاوكسي اسيتيلين غاز، يعني غاز ناتج عن تفاعل الاكسجين مع الاسيتيلين غاز. A gas welding operator use the following safety apparatus. طبعا هنا الشخص اللي يقوم بعمليه اللحام يجب ان يعني يستخدم او يخلي ياخذ بنظر الاعتبار شروط الحمايه السيفتي قبل بدايه بدء بعمليه اللحام. ليش؟ لانه احنا قاعد نتعامل مع غاز قابليه اشتعاله جدا عاليه، عندما يتم الاحتراق هذا الغاز مع الاكسجين راح يولد لي حراره اكثر من 3000 درجه سيليزيه، فهي الحراره اللي قد تسبب كثير من المخاطر. فمن شروط الحمايه انه ويرز بلو كالرد جوجلز تو بروتكت هيز ايز، انه اول شيء نستخدم تسمى الجوجلز، انه النظارات السيفتي، هاي النظارات تكون لونها ازرق حتى تحمي العيون من العمليه من الاحتراق الناتج من الاكسجين مع الاسيتيلين غاز. الثاني ويرز ليثر اور كونباس prone to protect his person. ان هنا يجي يرتدي لي يعني شلون بالضبط اللاب كوت، بس ستره واقيه تكون تتحمل الحراره العاليه. فهاي ستره يعني اول شيء يرتدي النظارات، ثاني شيء يرتدي الستره الواقيه من الحراره، ثالث شيء يجي ويرز ليثر جلوفز تو بروتكت هيز هاندز، يرتدي ايضا جلوفز مصنوعه من الجلد حتى تحميه من الحراره الناتجه من تفاعل الاكسجين مع الاسيتيلين غاز. فهذه الثلاث نقاط يجب اللحام ياخذهم بنظر الاعتبار اثناء بدء عمليه اللحام. طبعا اذا اجينا للتايبس اوف فليمز، انواع خلينا نقول الشعل، يعني احنا مو قلنا اذا من تبدا عمليه الاحتراق شعله ناريه تتولد لي، فهاي الشعله تختلف من تفاعل الى تفاعل. طبعا اكيد هاي الشعله راح تتغير نتيجه لنسبه مثلا الاسيتيلين غاز الى نسبه الاكسجين، فهي اكيد ما راح يعني راح تختلف حسب النسب. فانواع الشعله راح تتولد لي three kinds of oxy acetylene flames can be produced with the gas welding equipment. ثلاث انواع من الشعل ممكن تتولد لي.
The chemical reaction between acetylene gas and oxygen is represented by the equation, هاي الإكويشن المعادلة الكيميائية تمثل لي تفاعل الأسيتايلين غاز، الأسيتايلين غاز يرمز له بالـ C2H2 مع الأكسجين اللي هو الـ O2، فتفاعلهم راح ينتج لي، راح ينتج لي CO2 بلس HTO، عفوا H2O. For complete composition of one volume of acetylene، إذا نريد نحرق حجم واحد، نسبة حجمية واحدة من الأسيتايلين غاز، نحتاج 2.5 volume of oxygen. فتشوف أن الفرق بيناتهم، وهذا السبب يمثل لي ليش إحنا قاعد نستخدم أسطوانة أكسجين كلش كبيرة، ويعني أكبر من أسطوانة الأسيتايلين غاز. ليش؟ لأنه إحنا حتى نحرق نسبة حجمية واحدة من الأسيتايلين غاز نحتاج 2.5 من الأكسجين. Out of 2.5 volume of oxygen, one volume is drawn from the cylinder and 1.5 volume is supplied by the atmosphere. طبعا احنا مثل ما تعرفون انه الجو يعني الجو ايضا يحتوي على اكسجين، فما يحتاج انه احنا ننطي من الاسطوانه اكثر. يعني هنا يقول لك ننطي من الاسطوانه نسبه حجميه واحده، والواحد ونص الثانيه ناخذها، احنا ممكن نحتاج 2.5 من الاكسجين، فواحد يجينا من الاسطوانه والواحد ونص تجينا من الجو. By the atmosphere. When the flame burns, when the oxygen is supplied in this proportion, the flame is called neutral flame. هنا اذا نسب استخدمنا واحد نسبه حجميه واحده من الاسيتايلين غاز و2.5 من الاكسجين، راح ننتج شعله تعرف بالنيوترال فليم. If however oxygen supply is less، اذا استخدمنا اكسجين اقل من ال 2.5 is less, the flame is termed reducing flame as it contains some unburned carbon. هنا أنا راح تتغير عند الشعله. ليش؟ لانه راح الشعله تحتوي على كربون، والكربون يدل لي على انه عمليه الاحتراق غير مكتمله. هنا هاي امتى؟ اذا استخدمنا او اذا خلينا اكسجين اقل من 2.5 الى 1 من الاسيتايلين. If there is exceeding supply of air oxygen, the flame becomes oxidizing flame. اذا استخدمنا اكثر من 2.5 اكسجين راح يصير لي اوكسيدايزنج الفليم، الشعله مالتي راح تتاكسد هنا. فاللي نحتاجه هنا شنو؟ حتى نحصل على عمليه لحام مكتمله وعمليه احتراق مكتمله، نحتاج نسبه حجميه واحده 1 فوليوم اوف اسيتايلين، ونحتاج 2.5 فوليوم اوف اوكسجين. اذا استخدمنا اقل من 2.5 اوكسجين راح يصير عندنا كربون انبيرنت كربون، كربون غير محترق بالشعله مالتنا، واذا استخدمنا اكثر من 2.5 اوكسجين راح يصير عندنا اوكسيدايزن بالشعله مالتنا. These three kinds of flames، فهذن ثلاث انواع من الفلامز من الشعل ممكن تنتج عندنا. These three kinds of flames can be distinguished from each other by careful observations. يعني حتى نعرف احنا نوع الشعله اللي قاعد تصير عندنا، يعني لا يحتاج لها observations، يعني دقه جدا عاليه، بحيث نقدر نميز انه هنا عندنا اكسجين نسبته عاليه سبب لي unburned carbon، كربون غير محترق، او نسبه عفوا نسبه قليله من الاكسجين انتجت لي كربون غير محترق، او نسبه عاليه من الاكسجين انتجت لي oxidizing الفليم شعله تاكسدت، او ممكن نقدر نميزها انه صار عندنا اشتعال مكتمل، عمليه احتراق مكتمله. ليش؟ لانه عندنا نسبه حجميه واحده من الاسيتايلين وعندنا 2.5 من الاكسجين. These flames are shown in figure 2. فحتى نميز من الشعله عن الاخرى، فممكن هذا الدايجرام يقدر يميز لنا. فمثلا على سبيل المثال عندنا الكربون رايزنج اور ريدوسينج فليم، هنا عندنا الاكسجين اقل من 2.5، فايش راح يكون عندنا؟ فهنا عندنا تورش تيب، هاي الشعله اللي ناتجه عندنا، عندنا انير كون، هاي الشعله الصغيره تصير عندنا بها، عندنا انترميديت فيثر، عندنا هاي الشعله المتوسطه، وعندنا اوتر انفلوب. اذا تمت عمليه الاحتراق انه استخدمنا اكسجين 2.5 و1 فوليوم من الاسيتايلين، راح تصير عندنا هاي الشعله. عندنا هنا انير كون تمبرتشر مالتها يكون عندنا بين 2750 الى 3300، وعندنا هنا اوتر انفلوب اللي هي تكون عندنا 1250 درجه سيليزيه.
وهنا عفوا بطرف الشعله راح يكون عندنا 1250، الاوتر انفلوب تكون عندنا درجه حراره 2090 درجه سيليزيه، هذا يعرف بالنيوترال بلين. اذا صار عندنا اوكسيدايزنج يعني الاكسجين اكثر من 2.5 فتكون الشعله مالتنا بهاي الصوره. اكاربورايزنج اور ريدوسنج فليم هاز 3 ديستنكت زونز، عندنا هاي 3 ديستنكت زونز اللي تمثل لي هذه النوع ما يكون عندنا الاكسجين اقل من 2.5. فعندنا ثلاث مناطق بالشعله اللي هي الانير كون، عندنا الانترميديت كون الانترميديت فيذر، وعندنا الاوتر انفلوب. هذين الثلاث مناطق اللي هنا قاعد نوضحهم بهذا الباراجراف اللي هن الانير كون الانترميديت فيذر اند اوتر انفلوب. When oxygen supply is increased, the intermediate feather gradually disappear. عندما الأكسجين هنا سبب ظهور هاي الانترميديت بسبب انه الأكسجين اقل من 2.5. اذا زادت نسبة الأكسجين هاي راح تختفي عندنا. And only two cones are left, the inner cone and the outer envelope اللي هي هنا عندنا بهاي المرحلة. انه هاي راح تختفي لان الأكسجين زاد عندنا، فراح يبقى عندنا الانير كون وعندنا الأوتر envelope اللي هي هذه. At this point, the acetylene and oxygen gases are in chemical balance and the flame is neutral flame. If the supply of oxygen is further increased, إذا زودنا عفوا نسبة الأكسجين أكثر, the inner cone reduces in length, loses its shape and a sharp hissing sound is produced. The flame has now become oxidizing. Such flame have highest flame temperature. إذا جينا إذا زودنا نسبة الأكسجين راح يصير عندنا شنو؟ عندنا الانير كون هاي الشعلة الداخلية راح يصغر حجمها وتبدأ بالاختفاء مثل ما تشوف هنا. فهذا دليل على أنه قاعد يصير عندنا أوكسيدايزنج بالشعلة مالتنا. فهذني إذا كان يعني الشخص اللي يقوم بعملية اللحام مطلع على هذني راح يعرف أنه ايش قاعد يصير عنده. إذا صارت عندنا بهاي الصورة فيعرف أنه عملية الاحتراق هنا مكتملة وما عندنا أي شيء. إذا صارت بهاي الصورة عندنا ثلاث مناطق بالشعلة فراح يكون يعرف انه نسبه الاكسجين قليله. اذا زود نسبه الاكسجين ممكن هاي تختفي مثل ما موجوده هنا. اذا زود نسبه الاكسجين اكثر من 2.5 راح الانير كون هاي الشعله الداخليه راح تبدا يعني تبدي تصغر وتختفي عندي. Neutral flame is used for welding of all kinds of steel and cast iron products. عندما تكون عندنا عمليه الاحتراق مكتمله يعني نسبة الأكسجين 2.5 نسبة الأسيتايلين 1 راح ينتج لنا نيوترال فليم شعلة نيوترال وهنا هذه الشعلة ممكن نقوم بعملية لحام الستيل أو الكاست أيرون برودكتس منتجات الكاست اللي تنتج بعملية الكاست أيرون. The slightly oxidizing flame is used for welding brass, chrome and copper products. إذا صار عندنا oxidizing flame يعني هاي ممكن نستخدم الأكسيدايزنج فليم. الشعلة متأكسدة لما يكون عندنا نسبة الأكسجين أعلى من 2.5 راح نقدر ممكن نستخدمها بالبراس بالبرونز بالكبر برودكتس أور فور ويلدنج كروميوم نيكل أند مغنيسيوم ستيل. سايدلي كربونايزنج فليم إنه عندما يكون عندنا نسبة أكسجين أقل من 2.5 يعني عندنا أن بيرنت كربون كربون غير محترق إز يوز إن ويلدنج أوف هاي كربون ستيل ألمنيوم أند نيكل برودكتس فممكن نستخدمها عمليات لحام الكربون ستيل عفوا الالمنيوم اند نيكل برودكتس. هسه نجي للويلدنج اوبريشن يعني انه كل شيء تمام عندنا نجي لعمليه اللحام. سيتنج اوف ذا جوب يعني شنو عندنا كل شيء مكتمل عندنا انه عندنا اسطوانه الاكسجين عندنا اسطوانه الاسيتايلين غاز كل شيء تمام مستعدين لعمليه اللحام. فمطلعين نعرف انه نحتاج اذا نريد نلحم الستيل او الكاست ايرون فنحتاج 1 فوليوم من الاسيتايلين ونحتاج 2.5 فوليوم من الاكسجين. اذا نريد نلحم الكربون ستيل المنيوم او نيكل فنحتاج اقل من 2.5 اكسجين. اذا نريد نلحم نيكل او كروميوم كبر برودكتس فنحتاج اكثر من 2.5 اكسجين. فنجي حتى تتم عملية اللحام parts to be welded are cleaned and the joint prepared. الأجزاء اللي نريد نلحمها القطعتين المعدنيتين اللي نريد نلحمهم يجب أن ينظفن بالبداية يعني prepared يترتبن يتنظف الأطراف مالتهم اللي نريد نلحمها قبل أن نبدأ بعملية اللحام. Joint preparation depend upon the thickness of work pieces.
طبعا الثيكنس، احنا عندنا قطعتين من المعدن، قطعتين معدنيتين نريد نلحمهم مع بعض، فنجي ننظفهم الاطراف اللي نلحمها. وايضا عمليه اللحام تعتمد على الثيكنس، على سمك هاي القطعتين. ثين شيت اذا كان ذني يعني السمك مالتهم جدا قليل، رقيقات كان بي جوينت باي ايج اور بلانش جوينت. خلينا نشوفكم الاشكال او شنو نقصد بالعمليات اللحام. اذا جينا على الايج اور بلانش جوينت، انه يكون عندنا هالشكل، هاي الاطراف الاندز يعني ينحنون بهاي الصوره وتتم عمليه اللحام. هاي امتى؟ اذا كان الشيت او الثيكنس مالتنا جدا قليل، او عندنا نوع من اللحام يسمى بالكورنر جوينت، بحيث يكون عندنا هنا هاي بهالشكل، مثل هاي الزاويه مثل ما شفنا زاويه 90. هنا البات جوينت انه عندنا فلات سيرفيس نربطهم مع بعض. هنا اللاب جوينت هنا انه القطعه على قطعه نخليهم واحده فوق الاخرى وتبدا عمليه اللحام. وعندنا النوع الاخير اللي هو يعرف بالتي جوينت اور فيلت جوينت، اللي هو مثل ما موجود بهاي الصوره. فهاي ديفرنت تايبس اوف جوينتس، الاشكال اللي ممكن تتم بها عمليه اللحام. فالتين شيت كان بي جوينت باي ان ايج اور بلانت جوينت، يعني يصير انحناء بالاطراف اللي نريد نلحمها. Sometimes a lab or full joint can be used. Lab joint مثل ما قلت لكم اياه، اللي هو هذا انه يصير قطعه فوق قطعه، هذا يعرف باللاب جوينت وتتم عمليه اللحام. A sheet of higher thickness but not exceeding 4.5 4.5 اذا عندنا فد شيء، يعني القطعه اللي نحمها يعني هي اكثر سماكه او higher thickness من الشيت بس ما تتجاوز ال 4.5 mm. Be welded with a butt joint. The butt joint هو هذا مثل ما قلناها هنا، هذا يعرف بالبت جوينت. فممكن نلحمهم، يعني اذا كان الثيكنس مالتهم بهاي الصوره يعني بس ما يتجاوز ال 4.5 mm، ممكن نلحمهم بهاي الصوره. اذا كان يعني الثيكنس مالتهم جدا قليل اقل من هاي، فممكن نلحمهم بهاي الصوره اللي يعرف بال H or plant joint. different kinds، هاي مثل ما قلنا انه هذا الشكل يوضح لي انواع الربط اللي ممكن يتم. for sound welding of plate thicker than 4.5 mm، اذا كانت عندنا قطع الثيكنس مالتها هو اكثر من 4.5 mm. detailed joint preparation is needed، هنا نحتاج اكثر دقه وتفاصيل اكثر بعمليه تحضير هاي القطع اللي نريد نلحمها. the edge of the two plates to be welded are beveled resulting in formation of V. فهنا نحتاج انه نسوي لهم هاي العمليه، انه ممكن تتم بهاي العمليه، انه مثل ما تشوف يصير عندي مثل شكل حرف V او مثل هاي الصوره، انه ممكن تكون هالشكل من الاعلى ومن الاسفل، حرف V للاسفل. هاي يمتى تتم هاي العمليه؟ اذا كانت القطعه اللي نريد نلحمهم اكثر من 4.5 mm. Between them the edges of the two plates are not allowed to touch each other. هنا لازم يعني لما تتم عملية اللحام لازم ما يكونون عملية تاتش، يعني ما القطعة ما تلامس الأخرى، لازم يكون بيناتهم جاب. Instead they are separated by a gap of about 2 إلى 3 mm، يعني الجاب هذا، هاي المسافة بين القطعتين لازم يكون تراوح بين 2 إلى 3 mm. If plates are thicker still instead of a signal V joint, a double V joint is resorted to a signal V and a double V joint is shown. فهنا مثل هذا يعرف مثل ما تشوف هنا يعرف بالسنجل في بات جوينت، يعني سنجل في، وهنا يعرف بالدبل في، يعني عندي في للاعلى وفي للاسفل، وهنا عندي فقط في للاعلى، فهذا يعرف بالسنجل جوينت. يمتى نستخدم هاي ويمتى نستخدم هاي؟ اذا كان هنا طبعا مثل ما قلت لكم التكنس اكثر من 4.5 فنجي على السنجل في جوينت. اذا كانت يعني التكنس اكثر جدا عالي اكثر من 4.5 كثير، فنجي على الدبل في جوينت بهاي الصوره. Gas welding are classified as leftward welding or forehand welding technique, rightward or backhand welding technique. يعني اكو تقنيتين رئيسيتين بعمليه الغاز ويلدنج. التقنيه الاولى تعرف بالليفتward welding او ممكن نسويها الفورهاند welding، والتقنيه الثانيه تعرف بالرايتward or backhand welding technique. فهنا هذا الشكل يوضح لي الفورورد والباك، الفور هاند ويلدنج والباك هاند ويلدنج. اذا جينا الفور هاند ويلدنج تكنيك، فمثل ما تشوف الاختلاف طبعا هو نفس المبدا، نفس الغاز اللي قاعد نستخدمه، كل شيء نفس الشيء. الاختلاف الوحيد
انه مثل ما تشوف هنا الزاويه مال التورج، المصدر اللي يجيب لنا الاكسجين مع الاسيتايلين جاز، يكون نخليه بهالزاويه هاي، الزاويه تتراوح مع القطعه اللي قاعد نلحم بها بين 60 الى 70. في حين اذا جينا الباك هاند ويلدنج الزاويه تكون تراوح بين ال 40 الى 50، يعني نصغر الزاويه. ايضا الفيلر رود، هذا الفيلر رود قطعه من المعدن اللي هي الفيلر يعني تمليلي الفراغ. يعني هذا المره راح نجي نسلط هذا التورج على قطعه هذا المعدن بسبب الحراره، هذا راح يذوب يصير ميلتنج ويندمج مع القطعتين المعدن اللي نريد نلحمهم. فايضا هذا لازم الرود او القضيب هذا المعدني لازم يكون زاويته مع قطعه اللحام بين 30 ل 40، هنا نفس الحاله 30 ل 40، فالاختلاف فقط بالتورج، زاويه التورج المسلطه على قطعه اللحام. فاذا التقنيتين الرئيسيتين اللي تستخدمان بالجاز ويلدنج اللي هي الفور هاند والباك هاند، الاختلاف بيناتهم زاويه التورج اللي مع قطعه اللحام. فبالفور هاند تكون الزاويه بين 60 الى 70، وبالباك هاند يكون بين 40 الى 50. فإت ويل بي نوتس، هنا يقول لك ذات انه راح تلاحظ هناك بالليفت وورد ويلدنج تكنيك اللي هي الفور هاند تكنيك، ذا فليم شعل فروم ذا تورش بري هيتس ذا ماتيريال يت تو بي ويلدد، وير از ان ذا رايت وورد ويلدنج ذا فليم بوست ذا ويلد بير. This has certain meteorological significance. فهنا يقول لك انه الاختلاف بيناتهم ايضا تشوف هنا بالفور هاند او الليفت هاند انه التورش يسلط لي الحراره بالاكثر على الفيلر رود، في حين هنا يكون بنهايه الفيلر رود قريب على قطعه المعدن اللي نريد نلحمها. فهذا ما يخص محاضره اليوم. طبعا الويلدنج بروسس بها بعد اكثر تفاصيل، بها تصنيفات اكثر، احنا اليوم اخذنا فقط الجاز ويلدنج. ان شاء الله بالمحاضره الاخيره راح ناخذ بالقادمه راح ناخذ الالكتريك ارك ويلدنج والالكتريك ريزيستنس ويلدنج.